بهدف تعزيز فاعلية السلطات الأمنية في الاستجابة السريعة لاتصالات المواطنين وطلباتهم الواردة إلى الرقم 19 الخاص بالمصالح الأمنية، أعلن عن تدشين قاعة للقيادة والتنسيق بالموازاة مع إطلاق وحدة متنقلة لشرطة النجدة على مستوى ولاية أمن الرباط، في مبادرة تسعى أيضا لترسيخ مبادئ القرب في العمل الأمني. القاعة المجهزة بأحدث التقنيات والمعدات في مجال الاتصال والتواصل تضم مصلحة مختصة لاستقبال نداءات المواطنين من خلال 40 خطا هاتفيا يشرف عليها 24 شرطيا وشرطية مكونين من مستوى عال، وترتبط هذه المصلحة بمجموعة من الوحدات التي تشتغل على المستوى الميداني تضم في المجموع 80 شرطيا من ضمنهم 10 عناصر نسوية. هذا الخط 19 الغاية منه هو الاستجابة الفورية والسرعة في التدخل للاستجابة لطلبات المواطنين والاستغاثة ديال المواطنين، وكذلك 24 مناول براديو فون. هذا المناول كينسق ما بين 19 ما بين لي زابيل ديال 19 والنداءات ديال قاعة الموصلات والنداءات ديال المواطنين لتسهيل إمكانية التدخل. منطقة حسان المركز. على مدار ساعات اليوم وطيلة أيام الأسبوع تشتغل مصلحة التواصل وفريقها الأمني الميداني، خطوة تقتصر في المرحلة الأولى على ولاية أمن الرباط ليتم تعميمها قريبا على باقي أنحاء المملكة. إذا كما لاحظتوا بأنه القاعة الجديدة التي تم إحداثها هي قاعة تستجيب للمواصفات الدولية، وتم التركيز أساسا على المنظومة الهاتفية الخاصة باستقبال مكالمات المواطنين خاصة المكالمات المستعجلة التي تتطلب تدخل أجهزة الشرطة. بموازاة مع ذلك تم إحداث فرق ميدانية عصرية ومجهزة بإحداث تجهيزات خاصة بالتدخل لاستجابة لهذه نداءات صادرة عن المواطنين على المستوى الميداني. وحدة الاستجابة الميدانية تهدف إلى ضمان تحرك ناجع وسريع للشرطة في التعاطي مع طلبات ونداءات المواطنين بالشارع العام وخاصة النداءات الاستعجالية. المبادرة تندرج في إطار مخطط شامل يسعى إلى النهوض بجهاز الأمن الوطني وتحديث وسائل عمله وتركيزه بالأساس على الاستجابة الفعالة لنداءات واستغاثات المواطنين.